احتفالا بمرور 200 عام على إنشاء المهندس خانة التي أصبحت كلية الهندسة بجامعة القاهرة. فيما بعد عقد الملتقى الأول للعلماء والباحثين وخريجي هندسة القاهرة من أجل ربطهم بالوطن. جاء هذا في إطار بحث السبل التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور كل من الدكتور جابر النصار رئيس جامعة القاهرة والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. الحقيقة الفكرة بتاعت دكتور جابر لما كلمني فيها، وهي عن الاستفادة من العلماء خريجي كلية الهندسة بمناسبة مرور 200 سنة على إنشائها، فكرة جميلة جدا. والهندسة ليها أفرع كتيرة، الهندسة الزراعية وهندسة الاتصالات، يعني عندنا حاجات كتيرة جدا. متهيألي جه الوقت إن إحنا نستفيد من خبراءنا في الخارج في هذا المجال، خاصة وإن إحنا عندنا مهندسين كتير جدا جدا في الخارج. وزي ما إحنا لمسناه في مصر، تستطيع كل الناس عايزة تخدم، ولكن عايزة الطريقة وعايزة القناة اللي تتحدث معاها وفي نفس الوقت تفتح لها الأبواب. النهاردة إحنا بنعلن رئيس الجامعة جامعة القاهرة ووزير وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج عن ملتقى للعلماء أو المهندسين المصريين بالخارج من خريج كلية هندسة جامعة القاهرة، والمنتشرين على مستوى العالم ولهم باع كبير في خدمة الوطن وخدمة المهنة الهندسة والتعليم العالي سواء في مصر أو في الوطن العربي أو في الخارج. النهاردة إحنا بنستثمر هذا النجاح وبنتشارك نحن ووزارة الهجرة في إقامة ملتقى بمناسبة مرور 200 سنة على كلية الهندسة اللي كانت المهندس خانة أيام محمد علي، أنشأت سنة 1816. بمناسبة 200 سنة احنا عاملين احتفالات على مدار هذا العام، سوف تنطلق في أبريل إن شاء الله بهذا الملتقى لخريجي كلية الهندسة المؤثرين على مستوى العالم. سعي مستمر ومتبادل لمستقبل شباب مصر عبر إقامة فعاليات مختلفة يتفق عليها لإنشاء مؤتمر لخريجي الهندسة على مستوى العالم، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه في شهر إبريل المقبل. سارة شلبي، صباح دريم.